السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله بخيركم مع بعض. وانا طبعا اليوم شباب جايبكم الفيديو الثاني، لان انا عودتكم كل فيديو وين الفيديو الثالث حيكون جيمنج. طبعا شباب الفيديو الثاني جايبكم اياه لكن على الاختراعات والصناعات. طبعا حسب ما بلغني صديق رايفكس، الفيديو اللي محضرنا اياه اليوم فيديو كوكتيل من فيديوهات كثيره من افضل الاختراعات او الصناعات اللي سابقه عصرها واللي ممكن يعني تشوفها انه انت بالمستقبل البعيد لكن حاليا الان موجوده وحاليا يعملون بها لكن بعدد قليل. طبعا ما راح نطول عليكم وحنقول لكم طبعا اليوم اكيد راس السنه الجديده، ونقول لكم حابب اقول لكم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله ربي هاي بدايه السنه الجديده تكون عليكم خير وبركه ان شاء الله. طبعا دا اشرب انيرجي، فحد لحد يقول لي ابغى اطول اشرب بنكر والعياذ بالله، لا دا اشرب انيرجي يعني فقط. فيب شوفوه هاي عم اخاف احد يقول لي ابغى اطول، شوفوا انيرجي بس يا جماعه ابغى اطول اعلان. لا حبيبي مو اعلان، هذا يعني ما موجود اصلا بالوطن العربي بس بهولندا. ما اطول عليكم حبايبي، وكالعاده نقول واحد اثنان قبل ما اقول الكافه. اليوم ان شاء الله حسنكم بث على الفيسبوك يعني الساعه 12 احتمال على الجروب ماتي، رابط الجروب بالوصف. ما اقدر اسوي على اليوتيوب لانكم مشكله عندي. فيب ما اطول عليكم، خلينا نقول الكافه 2-1. هاي حلوه بقالي بعد ماكو دعم واحد يطبخ. هلا والله انه يذيب لك الاكل اللي انت تريده. هاي رهيبه، هذا الاختراع يعني بعد ماكو داعي الزواج شباب، ماكو داعي للزواج. الباركن هذا، هذا الباركن مستقبلي على شكل ديلاب هو. والله اختراع رهيب، ما ياخذ مساحه بالافق، مساحه بالطول. سمارت باركينج، هذا باركينج رهيب. واذا انت باعوه كل باركن الى رقم 4 رقم 7 رقم 5. حلو والله هذا، معناته اذا انا اريد سيارتي راكنها برقم 5 ادوس رقم 5 يفتر حد ما يطلع لي. والله رهيب، والله اختراع يعني اخو خيته. اجود ايديا، هاي شنو؟ هذا مخلي جهاز بالقاع يشمر شو اسمه؟ باعي هو شمره، هو يشمر السمنت. هذا اسمنت بطريقة، هلا والله باع على طريقة السمنت بعد ماكو داعي خلفه. الخلف اعتزلوا عمي ما نحتاجكم. والله زين، والله باع الاختراع الرهيب. شلون فد شي باع؟ ديم شباب والله اريد هذا الاختراع. ديم شباب فد شي جميل، سكوتر جوا المي. اعتقد اكو هيك شيء بدبي، كان المفروض اجربه من كنت بدبي يعني. اي نظارات وتليفون و رب. بس شاديهم بحبال يخافون، ابقى مشلبه هنا أنا. اوكي يسرى يمنى يقلها. اني عالكم اني عالكم والله حاسدكم، بس واحد منهم يختنق. احد جيب حتى انتي. يو كان كروف اراوند. ايش قد تقدر تفتار و... واو واو واو. ها شادي بحبل على على طوبات يعني. هاي طوبات ما يريدهم يطبون جوا، بس هو ممكن اعتقد هذا حده 5 امتار جوا القاع جوا المي عفوا. وهي محجبة ابني وياهم هم. هذا شنو هذا؟ هذا يطلع ها سورت اند. هذا يطلع الفواكه اللي لونها ما يختلف عن، شو تلاحظون بس اللون اخضر دي شمره ويبقي الاحمر. واو واو هذا اختراع رهيب والله عجبني. بس هو دا يعبر يمكن شويه، بس والله دا يصفي. واعي ماكو وقع ذيك خضره، وقع اكو اخضر دا يوقع، بس والله دا يصفي، بس الاحمر دا يوقع. هذا اوكي شو مرب المي بعد هذا ضد المي، حوامه ضد المي. اكيو دوك اكيكوبتر يسموها، معقوله؟ والله تمشي بالمي وما تحترق مطورات. راحت. خربت خربت حبيبي خربت. لا والله ما خربت. اوكي انا خربت والله. نايس، ما تتاثر بالمي، جميل والله.
هذا الاختراع الجميل، لان صدق بس هاي شلون قدروا يضبطوها بحيث المي ما يطبع المطر؟ والله ما ادري، بس سيلف كليننج تواليت، هذا التواليت ينظف نفسه. نايس. إيلين هاي طبعا الاستخدام الخارجي، هاي البقعة ما حد يقعد عليها، اللي ينتظرون يكون غاسوا وسخوه، فهذه ينظف لك اياها. هلا والله نايس، والله نايس. قاطع الحجر، هذا يقطع حجر. شلون يقطع الحجر؟ شوف شو اسمه، شيء جميل، شيء جميل. وهاي قطاعة مال سنيكرز، ما ادري رايز مو سنيكرز، هاي وش اسمها، بس هو قطع قطع سريع. عتره صغيره وحلوه يعني صراحه. هيك هاي صناعات استطرعنا من الاختراعات، اعتقد هسه بس صناعات اكو. والله حلو، هاي لطيفة، هاي شغلة حلوة. تخيل قابل يجيبون واحد واحد يقوم يقطع هيجي. ووتر بروفينج، والله اسمه، هذا أكثر من 25 سنة ضد المي. هذا السفلت، أعرف السفلت، احنا نستعمله بالعراق بالسطوح، وصراحة فعال يعني السفلت، يمنع تسرب المي. حلو، هذا حلو، انا اعتقد هذا نعرفه احنا، بس ايش صناعات انتم مو شايفيها؟ يعني نعرف عنها بس ما شايفين شلون يسووها. جميل والله. هاي شنو؟ كونس اوف ايس كريم، كونس اوف ايس كريم. لا 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 تقول لي هاي، لحظه. شباب هاي الكب، هذا الكبوس مال الايس كريم. ديم، ها هيك يسووه؟ والله ما ادري بالقران. ديم باعه شكله حلو. فاير بلون اوت، هاي طياره تطفي الحريق. مو بس تطفي الحريق، تطفي الحريق وابو الحريق عمين. هاي الاختراعات الجميلة الفستقية. هاي ممتازة لحفر الخنادق، وبنفس الوقت بشكل عميق، هم تحفر وهم تشيل. حلو حلو زين. لما بعشون بالملي والله نايس. ايجور بيرنج اون بويل اوف فاونديشن، هاي طريقة يعملون فاونديشن، يعني الاساسات، لا الفاونديشن عفوا، شو اسمه، الاساس القاعية يعني اللي يبنون عليها العمارات. بس انا ما اعرف شلون دي يسووها، يحفرون هاي هم، او ما اعرف شنو صراحة شلون يضبطوها. وولندينج يعني لحيم، سيمليس ويلدن. هاي يلحمون ال، هاي شلون يلحمون ال 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 شو اسمه، الانابيب، مو الانابيب عفوا، البواري، ما اسمه البواري، ما اسمها، بس هاي صارت فيها حدبة، يقصوها بال شو اسمه. والله جميل، رجعوا لي الفور مالته، هو اللي الحديد فيموعه. بس اكو فيديو شفت منه مقطع بسيط. ديم، هاي ما هاي اول مره اشوفه، جهاز شلون يصبغ على الملي، ما يصبغ بالقاع شويه زايد، لا ابد، يصبغ على الملي، اختصاصه ملي. هاي شنو السمنت، اوكي ديم. لا شباب لا، احنا نريد وحده مثل هاي، نريد وحده هيك مثل هاي. يا باع باع، مسطره مسطره، والله مسطره باع. المستقبل بعد ما كذا، عشان فيلم رعب هذا.
تريكتر. اوه ديم تريكتر يسحب هاي شو اسمه التريكتر يسحب ال هاي هذا السفينه هاي الضخمه هي عزلاجات يعني ممكن بس ضخمه ثقيله يعني. ايش شغلات صراحه انا ما شايفها مرات اكو عندي حب بس اطلع شلون يسوي مثلا الكبوس مال الموطه مال ايس كريم شلون يسوي بس انا عرفت وصراحه كان اول مره شوي اشوفها. والله شغلات لطيفه يعني صراحه كيوب اوف برودكشن اوف بلاستيك كوب هاي طريقه تصنع الاكواب بس بده يورونا شلون بده يسوون الكوب. ما اعرف انا اذا اشوف شلون ده يصفط انا بس ما ادري اعرف شلون يصنعون الكوب نفسه. هل هي قوالب لو نفس طريقه البرفكشن بروسيس وات او هاي طريقه عمل الزناجيل يا بفد شيء رهيب. شلون الحلقة اي هاي طبعا حلايق قويه عم تعوج الحلقه على الزنجيل و... نايس هاي فكره بس بعد المفتوحات اوه هاي 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 تجي وتكبس لك اياه حتى شنو يصير مضبوط يعني بالملي مضبوط يصير. اه وحدة تسوي بالعرض وحدة تسوي بالطول جميل. هاي تكسر السيارات بس ما تقدر تكسر لك بيضة. طبعا لان البيضة ما لها سطح يعني ممكن نقول محدب او في زاوية حتى ممكن تمسك بي وتدمره. طبعا شباب انا اللي استفاديته تونست وشفت شغلات يعني صراحة ممكن نقول ما موجودة ما شايفها انا قبل. وفعلا اخترعت مثل اختراع الطباخ الآلي او اختراع هذا تخيلوا باركينج. المشكلة الباركينج شباب مشكلة ركن السيارات مشكلة عويصة يعني بدل ما تاخذ عشر سيارات تاخذ مساحة 100 متر او 200 متر بالعرض تاخذ لها تاخذ لها 20 متر او 15 متر بس بالطول يعني شوف ايش قد تقتصد بالاراضي. ولا عندك فيكه الطاوه او المقلات الاوتوماتيكيه وفوق هذا كله يعني بصل يشبر لك بصل بطنه وهذا يعني تقدر تقول شو وقت يشبر لك البصل بيا دقيقه بعد ما يتقلى شويه الاكل اشبر يعني ممكن تطبخ بيها طبخ طبيعي يعني ممكن واحد ما يتزوج يس تو ليت يعني اوكي. فيا شباب وصلنا للفيديو شاق انا امزح كان معكم على بعطوان من قناه دراجون لورد. اي لاف يو مع السلامه باي باي ولا تنسى مشاهده اخر اربع مقاطع.